كان الحكم على نهايه المقابله بانتصار الترجي الرياضي التونسي 4 أهداف مقابل هدفين. الاهداف جت عن طريق بن يحيى عبد الحق ضد مرماه معلول في ضربه جزاء وبسام، بينما هدفي نادي الافريقي جاو عن طريق عبد الحق وخالد الفتي. اخواني اخواتي منير معلول، معلول حافظ على الكره هذه، طارق ذياب ومخالفة، مخالفة ضد ناصر العمدوني أمام السيد أنطون بيشليكزيك مدرب الترجي الرياضي التونسي. نشير أن الترجي الرياضي التونسي بطليعة ترتيب ب 24 نقطة بعد 7 مقابلات. قذفة هدف مخالف بن يحيى ممتازة، قذفة من 25 متر من تقدير وفاجئة سليم بن عثمان، هدف من 25 30 متر. سليم بن عثمان ما كانش ينتظر في القذفة هذه، وخالف بن يحيى بكل تركيز في هذه العملية. خالد بن يحيى يكون له موعد مع الشباك في هذه الدقيقة 5. شاهد بن عثمان وخالد بن يحيى من 30 متر يفاجئ الحارس ويكون الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي. سامي مقابلة ذكر انتهت لصالح الفريق السعودي، هدف لصفر. نفذت المخالفة الخميري و سليم بن عثمان و ورقم حق ناصر العمدوني اتجاه شكون؟ محمد بن محمود. معلول في اتجاه بسام، بسام يحاول عملية 1-2، لا يدخل وسط ومعلول يطلب كرة و الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي. الدفاع يحاول باش يخرج الكرة هذه، وعبد الحق يشوف الكرة تصطدم على ما يبدو بالعمدوني ويكون الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي في 12 دقيقة لعب. شاهد العملية هذه، كان العمدوني اللي يحاول يخرج الكرة وتضرب عبد الحق ويكون الهدف الثاني. إذا هدف عبد الحق ضد مرماه تم التنفيذ، ننتظروا حكم يكتب الدفاع باش يحترم المسافة القانونية 915. وعبد الحق على ما يبدو مش ينفذ المخالفة بصفة مباشرة أمام عبد الحق. شحات على يمينه ينفذ عبد الحق خطيرة والهدف ممتازة، مخالفة ممتازة لصالح النادي الإفريقي ويكون الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي عن طريق محمد الهادي عبد الحق. بداية مقابلة ممتازة، التفوق دائما للترجي لكن يتقلص الفارق ويصبح هدفين. إذا تنفيذ المخالفة عن طريق عبد الحق على ما يبدو، لا قذفة واختيرة والهدف، هدف التعديل عن طريق خالد التواتي بحتة من الدفاع، ويكون هدف التعديل في الدقيقة 25 عن طريق خالد التواتي. تنفيذ المخالفة، شاهدنا جدار الصف كيفاش تعرض والكرة تمشي رويدا رويدا قدام خالد التواتي اللي ذكرنا في الهدف اللي سجله أمام نادي الرشيد العراقي في أبو ظبي في نطاق البطولة العربية. وهذا ما تم بالفعل والكرة ترجع ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي. لطفي جبارة رشاد فعل هيثم عبيد، هيثم عبيد نبيل معلول، نبيل معلول اتجاه سمير الخميري، سامي شعبان يطلب كرة بل طارق ذياب توزيعة و ضربة جزاء، ضربة جزاء توزيعة من طارق ذياب وقطعة من نبيل معلول والكرة تصطدم بيد عبد الحق على ما يبدو، ويكون قرار حكم ضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي. شاهدوا الإعادة كان ممكن، والحكم يقصي حارس المرمى على ما يبدو سليم بن عثمان. الاقصاء لشكون؟
الدخول هنا تثبت من العملية لأن اللاعبين الجمهوري يقصى في هذه الآونة بالضبط دقيقة 13 الورقة الحمراء تخرج من نصيب شكون على ما يبدو من نصيب شكون عثمان الورقة الحمراء ترفع في هذا اللقاء وجه السمر عثمان حكم علي شربي حكم صارم ومنذ بداية اللقاء عبر عن صرامته من ساحة التعبير في هذه الآونة صلاح الفاسي يعوض سمر عثمان ويعوضه في خطة حارس مرمى وفي خطة قائد فريق التنفيذ طبعا من نصيب نبيل معلول الاخصائي بطريقته العاديه على ما يبدو ننتظر والحكم من اللاعبين باش يحترموا المسافه القانونيه هما بعض اللاعبين داخل منطقه الجزاء حكم منهم باش يحترموا ويخرجوا مع خارج الخط والانطلاق لنبيل معلول سكون في الملعب وتتنفذ وهدف هدف التفوق لصالح الترجي لهذه الفرصه في 12 15 كانت عمليه كلاسيكيه لنبيل معلول لكن كما شاهدنا صلاح الفاسي ارتمى من الجهه اللي نفذ منها نبيل معلول كما شاهدوا نبيل معلول يتقدم رويدة رويدة والفاسي 46 دقيقة منذ انطلاق الشوط الثاني التفوق لصالح الترجي الرياضي التونسي 3 أهداف مقابل هدفين والنادي الإفريقي يلعب حاليا 9 لاعبين نبيل معلول في اتجاه هيثم عبيد سمير الخميري كي من هيثم عبيد طارق ذياب في اتجاه بسام والهدف الهدف الرابع في المقابلة توزيعة ممتازة من طارق ذياب وبسام الجريدي في مستوى القائم الثاني يسجل الهدف الرابع قفة رأسية بين الحارس والقائم الأيسر ويكون الهدف الرابع لصالح الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 47 من المقابلة الهدف الرابع كما شاهدوا بضربة رأسية لطفي الرويسي حكم يطلب اللعب فماش مخالفة إلى حد الآن وبسام الجريدي بسام ماذا يعني الحكم؟ الحكم على ما يبدو مشاخ قرار ما هو هذا القرار؟ القرار هو اقصاء ثاني في رصيد لطفي الرويسي الاقصاء الثاني في هذه المقابلة والحكم أمامه قائد فريق النادي الإفريقي لا ندري
لاعبيهم باش يحكموا في اعصابهم، لانه ما فماش فايده من مناقشه قرارات حكم ومن تجاوزات مهما كانت. لذلك ضروره